مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة الشمس. ما تنسوش الاشتراك ولايك باش ديما يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير على خير بصحة جيدة إن شاء الله. بسم الله، غادي نحضر معكم كيك. عندي هنا 5 ديال البيضات كيكونوا بحرارة المطبخ، قرصة ديال الملحة، 120 غرام ديال السكر سنيدة، وكنطربهم مزيان. كيتغير اللون ديالهم. غادي نزيد جوج خنيشات ديال الفاني، هانتوما كتشوفوا شكلو كيولا. غادي نزيد له معلقه ديال الزيت ومعلقه ديال الحليب. كنعاود نخلط شويه على المده ديال شي 8 ديال الدقائق وانا كنخلط. بسم الله، عندي هنا 130 غرام ديال الدقيق و40 غرام ديال النشا. كنقسمها على جوج، كندير النص الاول كنخلط وعاد كنزيد له النص الثاني. غادي نكبها في مول دائري. الفران عندي شاعل، كندير 180 درجه، كنخدم الفوق والتحت، كنشعل المروحه. دابا غادي ندير الكريم باتيسير. بسم الله، عندي هنا 500 ملي ديال الحليب، 3 د المعالق ديال النشا، 3 د المعالق ديال سكر سنيده، كنخلطهم مزيان على البارد. غادي نزيد لهم بيضه وكنخلط الكل مزيان، وغادي نديرها فوق العافيه حتى كيتقلي الخليط مع التحريك. كنزيد له معلقه كبيره ديال الزبده، كنحركها حتى كدوب. غادي نكبها في هذا الاناء هذا وغادي نغطيه بالسيلوفان ونخليها حتى كتبرد. الكيك ديالنا هو هذا وجد، نخليهم بعد ما كتبرد. انا درت جوج، من بعد ما بردوا غادي نقطعهم. كل واحدة غادي نقسمها على جوج. عندي هنا كريم باتيسير، عندي شاسي وحده تقريبا كتعطيني كاس، وكاس ديال الماء كيكون بارد بزاف من الفريغو، وكنخلطهم مزيان. كريم هي تقالت انتم كتشوفوا، غادي نزيد عليها الكريمه اللي درت ديال كريم شانتي وكنخلطهم بجوج. كنزيد لهم الكونفيتير ديال الفريز او الفراوله، كيعطيها واحد الطعم زوين. غادي نزيد الطبقه الثانيه وغادي نبقى هكذا حتى نساليهم كاملين.
صافي غادي نزيد الطبقه الاخيره هي هذه، وغادي نغطيها كامله بالكريمه. غادي نزينها بهاد شرائح ديال اللوز عندي محمر، وهذا هو الكيك ديالنا وجد. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على المشاهده والتشجيعات ديالكم للقناه، وتبارك الله عليكم ولله خطيكم، والى لقاء الوصفه اخرى ان شاء الله باذن الله.